توقيع اتفاقية تعاون شرطي ضد الإرهاب مع النظام العراقي. الحكومة تعلن عن الاسترجاع الضريبي وإلغاء التقدم البارد. المخابرات تداهم موقع تنظيم نازي مثير للشغب. يهود النمسا يحذرون من أي تعاون مع حزب الحرية في الحكومة. وشرطة فيينا تخطط لإنشاء وحدة حماية ل140 مبنى وسفارة. وأخيراً زيادة تمويل رعاية اللاجئين في فيينا لتعزيز الأمن. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. وقعت النمسا والنظام العراقي اتفاقية شرطية ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الهجرة غير المشروعة والجرائم الاقتصادية والمالية وغسل الأموال. وحسب وزارة الداخلية، تشمل الاتفاقية تبادل المعرفة والخبرة وتنفيذ مشاريع مشتركة، حيث يعتبر هذا التوقيع خطوة مهمة لزيادة مستوى الأمان في البلدين. وتتطلع الشرطة النمساوية إلى تفعيل الاتفاقية بسرعة التنسيق المستمر مع شرطة النظام العراقي. تم إلغاء التقدم البارد في النمسا اعتبارا من هذا العام، حيث تم إعادة توجيه ثلثي الضرائب تلقائيا إلى العاملين، مما يهدف إلى تخفيف الأعباء على العائلات. وتشمل الإصلاحات توسيع الإعفاءات الضريبية وتعويضات الأسر والعمال بالمجال الحر وزيادة دعم رعاية الأطفال. وتخطط النمسا لتقديم 3.6 مليار يورو للعاملين في عام 2023 وزيادة الاستقطاعات بنسبة تتبع التضخم. وهذه الخطوات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المواطنين دون تقديم حزم تقشفية. وقال وزير المالية برونر أن هذه خطة دائمة كل عام. ضبطت السلطات النمساوية مواد مرتبطة بالنازية في عمليات تفتيش بفيينا والنمسا السفلى أثناء عمليات مداهمة لمجموعة أونشتربليخ فين التي تروج للنازية. ووفقا للنيابة العامة في فيينا، نفذت قوات مكافحة الإرهاب 7 عمليات تفتيش في منازل 13 شخصا، بالإضافة إلى استجوابات فورية وضبط أموال. ويواجه أعضاء المجموعة اتهامات بانتهاك حظر الرموز النازية، حيث تشير التحقيقات إلى أنهم نشروا الفكر النازي من خلال عرض للرموز النازية. وسبق للمجموعة أن جذبت الانتباه بسبب تطرفها اليميني واستخدامها لجلود تحمل رموزا نازية. قال رئيس الجمعية الثقافية اليهودية في النمسا أوسكار دوتش أن مكافحة العنصرية ضد اليهود يجب أن يتضمن رفض التعاون مع حزب الحرية النمساوي بغض النظر عن زعيمه. جاء هذا استنكارا لفيديو من جمعية شباب حزب الحرية. وأشار دوتش إلى أن عدم التعاون ينطبق على الحزب نفسه، حيث أنه إذا تم مدح فيديو الجمعية التابعة للحزب من قبل أعضائه فهذا يشير إلى أن الحزب يحمل ارتباطات يمينية متطرفة متعددة ويجب تجاهله. تخطط شرطة فيينا لإنشاء وحدة حماية المباني مكونة من 100 عنصر لتأمين السفارات والمباني الحساسة بعد انتهاء مهمة الجيش التي ستنتهي في مارس العام المقبل. وسيتم توفير تدريب مكثف لهؤلاء الضباط اعتبارا من ديسمبر، مما سيسمح لهم بتنفيذ مهام الحماية بشكل فعال، إضافة لتزويدهم بالأسلحة. وأوضحت مديرة الشرطة في ولاية فيينا أنه سيتم تنفيذ اختيار أعضاء الوحدة مماثلة لما تم القيام به منذ حوالي 30 عاما لاختيار رجال الشرطة على الحدود.
وحاليا يتم مراقبة 140 موقعا، منها 100 موقع يتم حراسته باستمرار. ستتم مراجعة تكاليف الرعاية الأساسية للاجئين في النمسا وتوزيعها مجددا بواسطة نموذج تكلفة جديد يهدف إلى تحسين التوزيع في الولايات، وسيتم اختبار هذا النموذج في فيينا على مدى 4 سنوات ابتداء من هذا العام. ويهدف القرار إلى تخفيف العبء عن مدينة فيينا وتحسين الرعاية للاجئين، وسيشمل التغيير الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم والمحتاجين لرعاية بما في ذلك الشباب، ومن المتوقع أن يساعد في تجنب الجريمة من خلال تحسين البيئة والتوجيه في المأوى. ومن المتوقع زيادة التكلفة بمقدار 7 ملايين يورو في العام الأول. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة. نهاية أسبوع سعيدة، إلى اللقاء.